يعني أنا حبيت يا دكان تعطينا بعض المعلومات فيما يخص الإباضية كمحتوى، يعني قبل ما نتكلموا على يعني العلاقة تاع الإباضية مع المجتمع اللي راهي مغروسة فيه، خاصة بعد ما نعرف باللي هذا المجتمع موضوعي إيجابي وربما يكون مثال كبير لكل الشعب الجزائري. بارك الله فيكم، ولكن تراني سيدي لفت انتباهي إلى كلمة ذكرتموها في مقدمتكم هذه، وهو عندما ذكرتم الشيخ موسى الصدر. فلما كان الفكر الإسلامي في ذلك الوقت وقد جمع ثلة من أهل العلم، منهم المالكي ومنهم الإباضي ومنهم الشيعي، وقد قدم الشيخ بيوض رحمه الله تعالى شيخ موسى الصدر ليصلي به، لأن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله جمعت الجميع. سبحان الله. وبالنسبة للمذهب الإباضي، قد يجرني الحديث للحديث أو للإشارة عن علم من أعلام الإباضية، وهو الشيخ طفيش رحمه الله تعالى القطب. وقد جاء الاستعمار وأراد أن أحد الجنرالات أن يلتقي بالشيخ طفيش، فوضع لذلك الجنرال كرسي وصعد هو على الدرج، ولما أراد أن يدخل وأراد أن ينزع حذائه أو حذاءه قال لا تنزعه. فلما سئل عن ذلك قال إن حذاءه أطهر من جلده. أما صعود على الدرج وترك الجنرال يجلس على الكرسي، قال لماذا صعدت؟ قال لأني في صدر القرآن، القرآن أعلى من ذلك الجنرال حقيقة. وعندما أراد أن يعلق له نشان ميداي قال ضحوا في حافر برنوسي. فلما قيل له لما قال لأن في صدر القرآن ولا يمكن أن تضع شيئا عليه. ذلكم هي أعلامنا. وأذكر لكم الشيخ بيوض مؤسس المدرسة الإصلاحية في الجنوب ومؤسس المدرسة الشبيبة في عهد جمعية علماء المسلمين الجزائريين في الأغواط، وكان يأتي للدروس الرمضانية في الأغواط وهم من أهل المذهب المالكي ويدرس لهم بالمذهب المالكي، وكان الناس يتسابقون للوصول إلى الشيخ بيوض. أما عن المذهب الإباضي فهو مذهب قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عاتبت أحدهم عندما قال أهل السنة والإباضية، قلت وأهل الإباضية ليسوا أهل سنة؟ أهل سنة والحمد لله رب العالمين. وقلت إن المذهب الإباضي مذهب سني، ومن قال غير ذلك فليأتيني فأنا مستعد أن أناقشه. وقد قلت هذا في مصنفي وهو موجود الحمد لله رب العالمين. فإن المذهب الإباضي هو مذهب جامع يجمع الأمة لا يفرقها، ناهض بالمجتمع لا قاعد به، وإنما يدعو هذه الأمة أن تتماسك وأن تتألف فيما بينها. وقد ذكرت لإخواني الإباضية وذكرت لإخواني المالكية، قلت لهم هل أنتم حقا وحقيقة تمثلون المذهب يا مالكية؟ هل أنتم حقا وحقيقة تمثلون المذهب الإباضي يا إباضية؟
فلا هؤلاء يمثلون المذهب ولا هؤلاء يمثلون المذهب، لأن عندما أقرع كباحث أقرع المذهبين أجدهما في القمة يقتبسان من مشكاة واحدة ويسعيان إلى هدف واحد، وهو النهوض بالمجتمع الإسلامي نهوضا سليما مؤلفا بين الفئتين، والحمد لله رب العالمين. ذلكم هو المذهب الإباضي كما أتصوره وكما أراه وكما أرى تعصيره في السادة الذين سبقوا، فمنهم أعلام يشار إليهم بالبنان من حيث العلم. ولعل شاعرنا مفدي زكريا فهو شاعر الأم الجزائرية بكلها على اختلاف شرائحها ومذاهبها، فإن كلمة لا إله إلا الله هي التي تجمع هذه الأمة، والصلاة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تجمع. وأستسمحكم إذا ذكرت واقعة، وكان معي نائب المجمع الفقهي الآن وهو دكتور كمال بوذيدي، كان معي وكنت وإياه نطوف، فأتيت له بإباضي وقلت طف بنا، فعندما طاف بنا وصلنا إلى الركن اليماني فقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقد دعا لكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله أن يأتيه بحسنة. فإن العيب فينا عندما نفهم الدين حسب أو المذهب حسب هوانا، عندما ننزح هذه الأحقاد وهذه كذا، فإن أمرنا سوف يستقيم بأمر الله وبتوفيق منه. إن المذهب الإباضي هو مذهب قائم على الأصول التي قامت عليها جميع المذاهب الأخرى، وإذا كان هناك اختلاف فاختلاف يعني رحمة. وأذكر بالمناسبة وقد قالها لي الشيخ الحاج إبراهيم بحريز، إن الشيخ طلاي إبراهيم طلاي كان يبحث عن فتوى في الرضاع وقد سئل عنها، فبحث عنها فلم يجدها، فتذكر أني قد أهديت له كتابا، فقال لي أعد إلى ذلك الكتاب وهو في المذهب المالكي، فعاد إليه فقال ودعا لي إن شاء الله ربي يتقبل دعواه، فتحت علي اللهم افتح عليه. هذا هو المذهب ورؤيتي للمذهبين ورؤيتي للمجتمع الجنوبي في صحرائنا، لا أقول ما المجتمع الإباضي ولا المجتمع المالكي، لأن هذه كيفيات اختارها الناس لاتباع المذهب الذي يرى. أما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم الجزائرية، وأذكر لكم كمجاهد أذكر لكم من أدخل الثورة لواد مزاب هو المرحوم رحمه الله تعالى الشيخ الحاج تيمان غزال، وكان مع الشيخ القرادي دفين المدينة المنورة، وقد مات ساجدا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتناقشان في قضايا الثورة للنهوض والاستقلال هذا البلد الذي نحن نتمتع بهذا الاستقلال. علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على هذا الكسب الذي كسبناه وضحى من أجله آبائنا وسادتنا وفضلائنا، جمعوا كلمتهم فجمع الله سبحانه وتعالى على أيديهم الخير، فلا نضيع. فإن الشيطان يريد أن ينزغ بيننا وأن يتسلل بين إخوتنا في واد مزاب، فلنغلق عليه المنفذ ولنكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال فيها تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا الطريق بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن ما يحدث هو خروج عن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك
كلمة على أن المذهب الإباضي له تأثيره وله تكوينه، وأنت عندما تدخل إلى المسجد تجد شبيبة كلهم يعني في لباس واحد، في هذا هو مجتمع الذي حقا وحقيقة يربي أبنائه على الهدى وعلى التقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى. وكان الأستاذ المؤرخ ذكر لي، قال لي لماذا عندما يجتمع الكبار لا يأتون بالصغار ليأخذ الخلف عن السلف كيفية الاجتماع وكيفية التحاب وكيفية التألف. أما ما يحدثه بعض الرعاع فهذا أمر لا نقيم له وزنا، وإنما ننظر إلى سادتنا وإلى فضلائنا كيف كانوا يعيشون. وهذه كلمة ربي يوفقكم. الله يعطيك الصحة.